أي طقس العرب في السعودية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسوء الطقس صافي هذه الليلة في العاصمة الرياض مع 32 درجة مئوية، الملموسة 29 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون خفيفة تأثر. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، اليوم غد بإذن الله نبدأها شمالا، سكاكة طقس حار 43 إلى 28، نفس الحرارة في عرعر، أما تبوك طقس صافي 38 إلى 26. بالنسبة للمنطقة الغربية، غبار خفيف في مدينة جدة 40 إلى 28، المدينة المنورة أيضا غبار خفيف 43 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 35 إلى 25. المنطقة الجنوبية الغربية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في المرتفعات مع ساعات الظهيرة والعصر، أبها زخات رعدية من الأمطار 34 إلى 19، الباحة 31 إلى 22، وجازان 35 إلى 31. المنطقة الشرقية، الدمام غبار خفيف بفعل رياح البوارح مع ارتفاع محسوس على درجات الحرارة، الدمام 47 إلى 33، حفر الباطن 47 إلى 34، والإحساء 48 إلى 32. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض أيضا طقس حار 45 إلى 32، بريدة 45 إلى 30، وحائل طقس صافي 41 إلى 28. إلى اللقاء.